بعد خروجها في طرابلس بنغازي وتبرك تشهدان مظاهرات داعمة لإجراء انتخابات ديسمبر في موعدها ورافضة لمحاولة عرقلتها. كوفيتش والقطران يبحثان سبل دعم المسار الديمقراطي وتحمل الحكومة مسؤوليتها في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي. الأسبوع المقبل في نيويورك كوفيتش يعتزم مناقشة الوضع في ليبيا مع أعضاء مجلس الأمن ويجدد التزام البعثة بالانتخابات. في ظل ارتفاع المنحنى الوبائي في البلاد وترجيح دخول المتحور دلتا، ليبيا تغلق منافذها مع تونس. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة الثامنة من قناة ليبيا وتتابعون في أخبارها الاقتصادية. المنفي يعلن دعمه لتنفيذ توصيات التقرير الدولي لحسابات المركز ودبيبة عازم على الاستفادة من نتائجه. وصول قافلة من شاحنات الوقود والغاز إلى منطقة الشاطئ. حياكم الله. دعما للمسار الديمقراطي وتحقيق الإرادة الوطنية، خرجت في مدينتي بنغازي وطبرق اليوم مظاهرة داعمة لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر القادم. المظاهرة رفعت فيها شعارات نعم للانتخابات في ديسمبر وحق الشعب في تقرير مصيره، رافضة تأجيل هذا الاستحقاق الوطني ومطالبة بمحاسبة معرقليه. التقرير التالي والتفاصيل. استمرارا للفعاليات الشعبية المنادية بحق الشعب في تقرير مصيره عبر تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 من ديسمبر القادم، نظمت في مدينتي بنغازي وتبرق وقفات مدنية داعمة لهذا الاستحقاق الوطني ومطالبة بإجرائه دون تأجيل أو مماطلة ومحاسبة كل من يحاول حرمان الشعب من اختيار رئيس دولته وممثليه في البرلمان. هذه الفعاليات شهدتها مدينة طرابلس في اليومين الماضيين، حيث نظمت وقفة مدنية حاشدة أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات، تم خلالها التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ودعم المفوضية ضد محاولة عرقلة عملها، منادية بهتفات لا للتأجيل والتمديد. التمسك الشعبي بالاستحقاق الانتخابي القادم جاء تزامنا مع إعلان المفوضية العليا للانتخابات فتح منظومة تسجيل الناخبين الذي لاقى تأييدا محليا ودوليا واسعا في إطار الاستعدادات والتجهيزات الرامية إلى تحقيق المسار الديمقراطي وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ديسمبر القادم وفق خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي والمتفق عليها من كافة الأطراف. هذه المطالب الشعبية بشأن تحقيق الإرادة الوطنية تأتي في وقت يعتزم فيه مجلس النواب الشروع في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب ومناقشة توزيع الدوائر الانتخابية في البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده، كما جددت البعثة الأممية تمسكها بخارطة الطريق وحشد دعم المجتمع الدولي للأهداف التي وضعها الشعب الليبي لتقرير مصير من أجل تنفيذها وتحقيقها. من جانبه، أكد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 من ديسمبر المقبل، مطالبا بسرعة فتح الطريق بين مدينة السرت والهيشة، كما شدد على ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من البلاد. هذا ودعا المجلس رؤساء وأعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي وملتقى الحوار السياسي إلى عقد اجتماع طارئ تستضيفه مدينة بني وليد للوصول إلى حلول توافقية تحافظ على الوحدة الوطنية لتجنيب البلاد ويلات الحروب. يعلن تمسكه بخيار الانتخابات وبموعدها المحدد الذي كان أبرز نتائج الحوار السياسي الليبي، ويعتبره بارقة أمل لا يجب التفريط فيها مهما وصلت درجات الخلاف فيما بين أبناء الوطن. ثانيا، وحدة ليبيا ترابا وشعبا خط أحمر لا يجوز لكائن من كان يقترب منه، وستكون قبائل ورفلة
في مقدمة المدافعين عن هذا الخط، ويطالب المجلس بضرورة وسرعة فتح الطريق الرابط بين مدينة سرت ومنطقة الهيشة دون تأخير أو منة من أحد، كما يدعو المجلس الرئاسي ووزارة العدل للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وعلى خلفية الصراع السياسي، باعتبار هذا الأمر نقطة البداية وفي مشروع المصالح الوطنية. ثالثا، خروج المرتزق الأجانب بصرف النظر عن الدول التابعين لها أو أسباب وخلفيات دخولهم إلى بلادنا. كما طالبت قبيلة الفرجان في مدينة سرت بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد دون تأخير، وعن طريق الاقتراع المباشر من الشعب وعدم السماح لبعض المعرقلين بإيقاف التوافقات الحكومية. نحن أعيان ووجهاء وشباب قبيلة الفرجان بسرت نعلن الآتي: أولا، نطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في موعدها المحدد لها بخارطة الطريق التي اتفق عليها الليبيون، ألا وهو تاريخ 24/12/2021 ميلادي دون أي تأجيل. ثانيا، نطالب بشدة ونؤكد على أن يتم انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع الحر المباشر من الشعب مباشرة دون أي تمثيل لهم في هذا الاستحقاق. هذا وأكدت القبيلة دعمها لعمل لجنة 5+5 الساعية لدمج المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، مطالبة المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته لإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة قبل موعد الانتخابات. ندعم عمل ومخرجات عمل لجنة 5+5، ونؤكد على ضرورة الاستمرار في دعمها لإتمام دمج المؤسسة العسكرية وجميع الأجهزة الأمنية والشرطية في أسرع وقت ممكن، وعلى الحكومة سرعة دعمها ماديا لإنجاز أعمالها قبل موعد الانتخابات. نحث ونؤكد بكل قوة على ضرورة تحمل المجلس الرئاسي لمسؤولياته المناطة به في شأن سرعة العمل الفعلي على الأرض لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وجبر الضرر وإطلاق المساجين وعودة المهجرين. وبالعودة للحديث عن المظاهرات داعمة للانتخابات في طبرق، ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا من طبرق مروان يونس. مساء الخير مروان. مساء النور لك ولكافة المشاهدين. أهلا بك مروان. يعني هذه المظاهرات، ما هي أبرز مطالباتها؟ هي بالتأكيد داعمة لإجراء الانتخابات في موعدها، ما هي أبرز مطالباتها وكيف كان شكلها وكيف كان التفاعل معها أيضا؟ نعم، خرج بعض من أهل طبرق في هذا المساء مطالبين لجنة الحوار إقرار قانون لانتخاب رئيس من الشعب مباشرة بانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة، خاصة نهاية هذا العام يوم 24 ديسمبر، دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، كذلك مطالبين بعدم التأجيل، توفير كافة احتياجات اقليم برقة وعدم تهميشه هو والجنوب، وتوزيع المناصب السيادية حسب مخرجات حوار جديد بين الأقاليم الثلاث طرابلس وفزان وبرقة. هذه هي أبرز المطالب التي خرج الأهالي اليوم في برقة مطالبين بها. نعم، طيب يعني مروان بشكل عام الشارع الليبي يطالب بإجراء الانتخابات في موعدها وممارسة حقه الانتخابي، برأيك هل سنشهد خلال الأيام القادمة مظاهرات بنفس الوتيرة في باقي مناطق ومحافظات ليبيا؟ نعم، مصر أن الانتخابات لابد أن تكون يوم 24 ديسمبر هذا العام، يطالب بأن تكون هذه الانتخابات من الشعب مباشرة،
ولا تكون انتخابات عن طريق البرلمان. نعم نعم، كل الشكر لك مراسلنا مروان يونس، كنت معنا مباشرة من طبرق، شكرا لك، وأيضا سنكون في متابعة أبرز المستجدات، شكرا جزيلا لك. أكدت قبيلة الفرجان في مدينة سرت دعمها لعمل لجنة 5+5 الساعية لدمج المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، مطالبة المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته لإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة قبل موعد الانتخابات. كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش عن عزمه مناقشة الوضع في ليبيا مع أعضاء مجلس الأمن الأسبوع المقبل في نيويورك. كوبيتش قال في تصريح صحفي إن اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن برئاسة فرنسا سيلتئم في 15 يوليو لمناقشة ملف الانتخابات وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه فرصة أخرى لتحشيد دعم المجتمع الدولي لهذه الأهداف التي وضعها الشعب الليبي لنفسه من أجل تنفيذها وتحقيقها. هذا وجدد كوبيتش تأكيده أن البعثة لن تدخر جهدا في المحاولة والعمل وتيسير الخطوات اللازمة لانعقاد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر. أوضح عضو لجنة التوافقات الليبية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بوبكر مصباح أن اللجنة ستعقد جلسة حوارية عبر تطبيق زوم أواخر الأسبوع المقبل لحسم النقاط الخلافية في مسودة القاعدة الدستورية. وفي السياق ذاته بيّن مصباح في تصريحات صحفية أن لجنة التوافقات ستدرس مقترح إجراء الانتخابات في الموعد المحدد وفقا لمقترح اللجنة القانونية، كما ستناقش النقاط الخلافية كانتخاب الرئيس مباشرة ونص القسم القانوني لمن سيتولى السلطة، وكذلك موقف المكونات الاجتماعية وشروط الترشح للانتخابات. من جانبه بيّن عضو مجلس النواب عبد القادر سليمان أن عدم توصل ملتقى الحوار السياسي إلى حل بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة قد يدفع البرلمان إلى إقرارها وفق الإعلان الدستوري. سليمان وفي تصريحات صحفية كشف أن مخرجات لجنتي مجلس النواب والدولة لم تعرض على البرلمان للبت فيها، لافتا إلى أن جلسة البرلمان التي ستعقد يوم الاثنين المقبل سيتم من خلالها استعراض الموازنة الحكومية وإمكانية إصدار قانون بخصوص آلية انتخاب الرئيس. أكد عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب أن استعداد المفوضية بشكل شبه كامل لإجراء انتخابات 24 ديسمبر في موعدها المحدد. الشعاب وفي تصريحات صحفية بيّن أن المفوضية جهزت نحو 2 مليون بطاقة انتخاب لاستخدامها في أكثر من عملية انتخابية قادمة، كما أنها تتلقى دعما دوليا لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد فور تسلمها قانون الانتخابات. استعدادا للاستحقاق الوطني القادم، اختتمت في المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات أمس فعاليات انتخاب الاتحاد النسائي الليبي العام. المفوضية قالت إن المرأة الليبية بهذه الخطوة قد وضعت لبنة لمشروع الديمقراطية المباشرة، مشيرة إلى أن المشاركات في هذه الفعاليات يتطلعن لبناء دولة مدنية ديمقراطية ومستقبل مستقر. وفي سبها نظم مكتب المفوضية العليا للانتخابات يوما توعويا لمحاكاة الانتخابات لطلبة مدرسة القدس للتعليم الأساسي بهدف نشر التوعية الانتخابية وتعريفهم بأهمية مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل كونهم تجاوزوا سن 18. المزيد في سياق هذا التقرير. في إطار نشر الثقافة الانتخابية بين مختلف شرائح المجتمع، نظمت الإدارة الانتخابية بسبها محاكاة انتخابية لطلبة مدرسة القدس للتعليم الأساسي ضمن خطة إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا.
أكيد ممتاز. اليوم قمنا بمحاكاة لطلبة المدارس الثانوية واخترنا مدرسة القدس الثانوية وكذلك للناخبين الذين بلغوا سن 18 لترسيخ الثقافة الانتخابية بين طلاب المدارس في المرحلة الثانوية. تضمن البرنامج أعطاء نبذة عن أهمية مشاركة الشباب الذين وصلوا إلى سن 18 والذين يحق لهم التسجيل بسجل الناخبين وما هي مراحل يوم الاقتراع. كما قام الطلبة بتنفيذ يوم الاقتراع تجريبي من دخولهم إلى المركز الانتخابي واختيار المرشح والدخول لمحطة الاقتراع حتى وضع الورقة في الصندوق الانتخابي. طبعا كان اليوم وجودنا في داخل مدرسة القدس بعد اجتماع تم من السادة بمكتب الدائرة الانتخابية سبها أن يكون هناك يوم للمحاكاة يتم تجسيده في داخل المدرسة باشتراك الطلبة بحضور سفيرات التوعية بحضور جزء من المعلمين في داخل المدرسة. تم إجراء المحاكاة بحضور الطلبة طبعا فكانت هي تجسيد لواقع العملية الانتخابية في اليوم الانتخابي تنفيذ لبعض الإجراءات أو الطرق اللي يفترض أن تتبع في داخل أو في أثناء تنفيذ اليوم الانتخابي. هذا البرنامج تم بحضور موظفي الإدارة الانتخابية بسبها وسفيرات التوعية الانتخابية بالمدينة وعدد من معلمين ومعلمات مدرسة القدس، ويهدف لتعزيز الثقافة الانتخابية استعدادا للاستحقاقات المقبلة. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيم سبها. ناقش وزير الدولة لشؤون الهجرة جديد معتوقة ظاهرة الهجرة غير القانونية وطرق الحد منها مؤكدا حرص وزارته على مكافحة هذه الظاهرة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان مجلس الوزراء مع الملحق الخاص بالهجرة في السفارة السويسرية بتونس سيلفان ستير، والذي أكد دعم بلاده لحكومة الوحدة ووزارة الهجرة في وضع الحلول الناجعة لظاهرة الهجرة. تنفيذا للخطة الأمنية الموضوعة من مدير أمن سبها العميد محمد بشر، باشرت الدوريات الأمنية التابعة للمديرية تنفيذ المهام المكلفة بها لبسط الأمن وضبط المطلوبين والمحافظة على النظام بالشارع العام، إلى جانب ضبط المركبات الآلية التي لا تحمل لوحات معدنية ومعتمة الزجاج ودون إجراءات قانونية. دوليا أكدت الخارجية الروسية ضرورة مغادرة كل المقاتلين الأجانب للأراضي الليبية، مشيرة إلى أن حل مشكلة انسحاب المرتزقة يقع على عاتق الليبيين أنفسهم. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فريشن إن عملية إجلاء العناصر العسكرية الأجنبية يجب أن تكون متزامنة وتطال في نفس الوقت جميع التشكيلات المسلحة غير الليبية الموجودة في البلاد. بدوره قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غوريني خلال كلمة ألقاها أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلس النواب والشيوخ الإيطالي، قال إن إصلاح القطاع الأمني في ليبيا خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار في البلاد، لافتا إلى أن إيطاليا التزمت بالمساهمة في المحادثات مع الطرف الليبي في الخصوص. وإلى ملف كورونا، أعلن وزير الصحة علي الزناتي ارتفاع المنحنى الوبائي في البلاد بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت خطوات احترازية على المنافذ الحدودية والمطارات. رأينا اليوم نطلع عشان نأكد أن الوضع الوبائي في ليبيا في هذه الأيام، حالات الكورونا متزايدة صاعديا، نسبة التحاليل الموجبة منها أكثر من المتوقع خلال الأسبوعين الماضيين، ولكن نسبة الوفيات ليس بكبير وليس بمخيف. مراكز العزل المختلفة في الأور استعداد كبير وقادرين أن هم يواجهوا هذه الجائحة بشكل آخر ما قامت به وزارة الصحة خلال الأسبوعين الماضيين. ودعا الزناتي الشعب الليبي بشكل عام إلى التوجه لأخذ اللقاحات بهدف الوصول بهم إلى الأمن من الفيروس، لافتا إلى أن أي تقصير بدر عن الوزارة يعود لقلة إمكانيتها. الأمن والأمان في الجانب الصحي لكل الليبيين اللي هي أمانة على أعناقنا، يجب أن نتحملها
نطلب فقط الشيء اللي يطلبه هو أن يكون عدد الراغبين في التلقيح أكثر، لأن كل ما زادت نسبة التلقيح كل ما دخلت المنطقة إلى زوم أو إلى مرحلة الأمن والأمان، لأن أي تلقيح هو أفضل بكثير من وباء كورونا، تلقيح الصيني، تلقيح الروسي، تلقيح الإنجليزي أو الأمريكي أو غيرها، كل هذه التلقيحات هي أفضل بكثير من الكورونا. نتمنى أن يكون وزارة الصحة لامست هذه المشاكل وحاولت تحل حتى جزء منها. العذر إذا تقصرنا، وهذا ليس بأيدينا تقصير، إمكانياتنا متواضعة، لكن نسأل الله الجميع الحماية والوقاية والأمن الصحي المتوازن. هذا وأفاد عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض طارق جبريل بأن عدد الحالات المصابة بالفيروس تزداد بنسبة 5% يوميا واستمرت بشكل ثابت لمدة أسبوع، عدا عن نسبة انتشار الفيروس التي وصلت إلى 2%، ما يدعو للقلق وأخذ الأمر بعين الاعتبار. واللي صادف الموضوع انه احنا حاليا نشهد في البلاد ارتفاع غير مسبوق في عدد الحالات بعد الانخفاض الشديد، فاحنا حاليا في بداية الموجة الثالثة. حنتأكدوا من الوضع هذا بعد خلال اسبوعين، نكون تأكدنا بالضبط اذا كان اللي موجود عندنا هذا هو فعلا نتيجة ارتفاع ونتيجة موجة جديدة تصيب البلاد. حاليا عندنا ارتفاع في الحالات الموجبة في البلاد وصلت الى 22% من الاختبارات اللي يتم اجراءها، هذا حسب القياسات الموخوذة في يوم 7/7. الزيادة في نسبة الحالات الموجبة بلغت 5% يوميا زيادة، وهذه غير مسبوقة، وكانت زيادة ثابتة لأكثر من أسبوع، وهذا أمر مقلق جدا. بالإضافة إلى سرعة الانتشار في ليبيا حاليا بلغت 2، ولما تبلغ 2 نسبة الانتشار أو درجة الانتشار هذه تعني أنه عندنا في زيادة لوغاريتمية في الإصابة. فيما قال مدير دائرة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميمو إن الوضع الوبائي في البلاد مقلق بشكل كبير بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بلغ 414,000 مواطن، وذلك من شأنه حماية المواطنين بشكل كبير من المتحور الجديد. يأتي ذلك في وقت أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 1710 إصابات جديدة بفيروس كورونا بنسبة إيجابية قاربت 34%، مضيفا أن 208 حالة تماثلت للشفاء، في حين توفي 5 أشخاص خلال ذات الفترة متأثرين بمضاعفات الفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 3232. من جانبه أعلن المختبر المرجعي في مصراتة تسجيل البلدية ل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 328 إصابة سجلت في المختبر. هذا وشدد المختبر المرجعي في منشور له على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات أيا كانت بهدف التغلب على الوباء وكسر سلسلة العدوى. كما أفاد مدير مركز مصرات الطبي إيهاب البيرة بأن إدارة المركز تستعد لمواجهة أيام قد تكون صعبة واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا. البيرة أكد خلال اجتماع طارئ ضم ذوي الاختصاص أن التعليمات قد صدرت لجميع الأقسام الطبية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتتبع حالات الاشتباه، إلى جانب الاتفاق على استحداث قسم للحالات الطارئة المصابة بالفيروس التي تحتاج لعناية طبية عاجلة. هذا ونفت لجنة مكافحة وباء كورونا في جدابيا الأخبار المتداولة حول اكتشاف حالة مصابة بالمتحور الهندي دلتا في المدينة، وقالت اللجنة في بيان إن هذا النوع لا يكتشف إلا بأجهزة خاصة غير متوفرة بالمختبر المرجعي لديهم، مؤكدة في الوقت ذاته أنها الجهة الوحيدة والرسمية المخولة بنشر الأخبار. وحثت اللجنة الأهالي على عدم الالتفات للشائعات أيا كان مصدرها، إضافة إلى اتباع الإجراءات الوقائية وعدم الاستهانة بالوباء.
بحث رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة اليوم هاتفيا مع الرئيس التونسي قيس سعيد علاقات التعاون بين ليبيا وتونس والوضع الصحي بتونس ومسألة غلق الحدود بين البلدين. ووفق الرئاسة التونسية فقد أوضح دبيبة أن قرار غلق الحدود مع تونس حتمه أو حتمته الظروف الصحية وسيكون لفترة قصيرة، مؤكدا أن ليبيا لن تدخر جهدا للوقوف إلى جانب تونس لمجابهة الجائحة وتوفير معدات صحية خاصة لمنطقة الجنوب التونسي. من جهته أثنى الرئيس التونسي على موقف الحكومة الليبية الذي يعكس عمق الروابط المتينة بين البلدين. هذا وكان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة قال إن مجلس رئاسة الوزراء قرر إغلاق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع كامل نظرا لتفاقم الحالة الوبائية في تونس وزيادة الإصابات بالمتحور الهندي دلتا، مضيفا في كلمة له أمس أن ليبيا ستتكفل من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين في الأراضي التونسية جراء هذا القرار. مجلس رئاسة الوزراء غلق المنافذ البرية والجوية ابتداء من اليوم الساعة 12 في منتصف الليل ولمدة أسبوع كامل، وسوف تتكفل الدولة الليبية من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين في الأراضي التونسية جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد، وسوف نوافيكم بكافة التفاصيل فيما يتعلق بالإجراءات من خلال القنوات الاتصال الحكومي. إلى ذلك أعلنت إدارة النقل الجوي إغلاق الأجواء الليبية التونسية اعتبارا من منتصف هذه الليلة، وشددت الإدارة في كتاب لها على عدم السماح لأي مسافر بالصعود على متن أي طائرة متجهة إلى الجمهورية التونسية إلا من حاملي الجنسية التونسية العائدين أو الجنسيات الأجنبية فقط، وموافاة الإدارة بشكل عاجل بطلبات الرحلات العارضة المشغلة لغرض العودة بالمواطنين الليبيين العالقين في تونس والتقيد الصارم بالبروتوكول الصحي على أن لا يتجاوز إجراء مسحة البي سي آر 24 ساعة من تاريخ السفر. بدورها أعلنت وزارة الثقافة إيقاف جميع الفعاليات والأنشطة الثقافية إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك في إطار مواجهة فيروس كورونا، وطالبت الوزارة في بيان لها مسؤولي الهيئات الثقافية في البلديات باحترام تنفيذ القرار والتعاون لتنفيذ الشروط الصحية مع كل الجهات الأخرى، خصوصا البرامج المتعلقة بتثقيف الشارع الليبي تجاه خطر هذا الفيروس وبالتعاون مع وزارة الصحة. انطلقت في جامعة بنغازي الطبية فعاليات المؤتمر الوطني لتحسين وتطوير الخدمات الصحية والمعرض المصاحب، هذا وشارك في المؤتمر حضور مكثف من الدكاترة من مختلف التخصصات بالإضافة إلى عدد من الشركات الطبية بهدف تقديم كل ما هو جديد في المجال الطبي. كان في حضور كبير من مختلف التخصصات مختلف الدكاترة تواردوا على المعرض هنا عندنا، بالإضافة إلى يعني المعرض يعني يقدم كل ما هو جديد وكل ما هو حديث في المجال الطبي. نحس في إقبال يعني لا بأس به يعني، وعدد الناس اللي حضرت مجموعة منها ناس كانت يعني مميزة، فيها مدراء مستشفيات، دكاترة متخصصين وبروفيسورات، الحقيقة يعني أعجبوا هم حتى هم بالمعرض بحد ذاته وبالعرض بتاعنا احنا كشركة يعني. شو نقول لك، بالنسبة لنا احنا يعني انجاز كبير ان دخلنا في المعرض زي هذا وتحتنا فرصة فيه. والان ننتقل الى نشرتنا الاقتصادية. بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال اجتماع مع محافظي مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبي علي الحبري وبحضور رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، بحث تفاصيل تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات المركزي بهدف وضع المقترحات والتوصيات اللازمة، حيث أكد المنفي استعداده لدعم جهود تنفيذ تلك التوصيات. هذا وبحث الاجتماع أيضا جميع القضايا المالية العالقة بوضوح وشفافية، حيث أكد المحافظ ونائبه استعدادهما لدراسة توصيات التقرير بما من شأنه دعم توحيد مصرف ليبيا المركزي.
إلى ذلك، بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة خطوة تسليم تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزي، قائلا إنها ستكون داعما كبيرا لأداء الحكومة لرؤيتها في تحريك عجلة الاقتصاد وخطوة لتعزيز فاعلية السياسة النقدية ودور المصرف المركزي والقطاع المصرفي في خلق تنمية مكانية ومستدامة. دبيبة وفي بيان له أشار إلى أن الحكومة ستعمل على الاستفادة من نتائج التقرير فيما يخصها، كما ستعمل كشريك رئيسي مع المصرف المركزي لاستكمال عملية التوحيد. وصف عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إخفاء تقرير المراجعة الدولية لحسابات المصرف المركزي في الجريمة، وطالب في تغريدة له بنشر التقرير للشارع الليبي باعتباره حقا لهم، خصوصا وأنهم هم من دفعوا ثمن الانقسام المصرفي بداية من طوابير السيولة وحتى انخفاض القوى الشرائية للدينار، مشيرا إلى أن إخفاءها يعد تضليلا واضحا. من جانبه أكد الحزب المدني الديمقراطي أهمية توحيد مصرف ليبيا المركزي في كل من بنغازي وطرابلس، وطلب الحزب عبر بيان بنشر التقرير الدولي بشأن مراجعة وتدقيق حسابات مصرف ليبيا المركزي ليتمكن الليبيون جميعا من الاطلاع عليه ومعرفة الحقائق والاختلالات التي تضمنها، إضافة إلى إحالة للجهات الرقابية والقضائية لإنفاذ القانون ومحاسبة العابثين. وحمل الحزب السلطات التشريعية والتنفيذية مسؤولية استمرار تداعيات النتائج التي توصل إليها التقرير بعدم اتخاذ إجراءات فورية لإيقاف المسؤولين أو إجراء إصلاحات السياسات النقدية اللازمة. يواصل القسم المالي بمراقبة تعليم سواني تجهيز الحوافظ المالية للمعلمين والموظفين لشهر يونيو، وسيتم إحالتها إلى مراقبة الخدمات المالية يوم الأحد القادم من أجل تجهيز السكوك. مدير قسم المراجعة بالمراقبة أفاد لقناتنا بأن عدد من تم تجهيز حوافظهم بلغ 4950 موظفا و242 موظفا من العقود، فيما بلغ عدد المدارس التابعة لمراقبة تعليم سواني 41 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي. فيما يخص المرتبات الخاصة بالمراقبة، يتم إعداد تجهيز مرتبات شهر 6 للموظفين التابعين للمراقبة، وعددهم بالنسبة للموظفين 4950 موظف، والعقود 242 موظف، وإن شاء الله حيتم إحالة الحوافظ الخاصة بهم إلى مراقبة الخدمات المالية السواني حتى يتم إعداد السكوك الخاصة بهم وحالتهم للمصارف في أقرب وقت إن شاء الله، حتى يتمكن الأخوة التابعين للمراقبة من صرف مرتباتهم إن شاء الله قبل العيد بفترة مناسبة إن شاء الله. توقع عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني اتخاذ الحكومة خطوات عملية مدروسة قابلة للتنفيذ والمتابعة فيما يتعلق بتوجيه رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة تسهم في عودة أهالي تاور غائب وتقديم الخدمات اللازمة للمدينة. الشيباني وفي تدوينة له على فيسبوك أشار إلى أن هذه الخطوات ستشمل استكمال جبر الضرر والتعويض عن المنازل المتضررة والمنقولات، إضافة إلى صيانة البنية التحتية وحل مشكلة أهالي تاور غاء القاتلين في مدينة مصراتة سابقا، دعا عن إنشاء صندوق إعمار تاور غاء. وصلت إلى منطقة الشاطئ قافلة وقود تحتوي على 38 صهريجا، إضافة إلى كمية من غاز الطهي قادمة من مصراتة. تأتي هذه الخطوة في إطار حل أزمة نقص الوقود التي يعاني منها أهل الجنوب منذ عدة سنوات. هذا وتولت غرفة عمليات الجنوب ومديرية أمن الشاطئ تأمين القافلة لضمان وصولها للمحطات. أعلنت الشركة العامة للكهرباء قيام أفريقيا بتوزيع الأحمال على صناديق التوزيع بالأحياء السكنية في الشارع الغربي ودريبي، وذلك بسبب تركيب أحمال زائدة وتوصيلات غير قانونية دون الرجوع للشركة، الأمر الذي سبب ضغطا على شبكة التوزيع وتكرار الأعطال. طلع مدير مكتب ديوان وزارة العمل في المنطقة الجنوبية مسعود ماضي أمس على المشاكل والصعوبات التي تواجه مكاتب العمل في المنطقة وآلية حلها، وذلك خلال اجتماعه مع مديري مكاتب العمل في المنطقة الجنوبية في تمنهنت، حيث تناول الاجتماع عددا من الملفات وتم استعراض قدرة مكاتب العمل على تنفيذ البرامج التدريبية الموضوعة من قبل الوزارة، كما تم التطرق إلى ملف العمالة الأجنبية وكيفية تنظيمها.
مع قرب عيد الأضحى المبارك ازدادت حركة المواطنين على سوق الخميس في بلدية وادي عتبة رغم الأوضاع المادية المتدنية التي يعاني منها الشعب الليبي في عموم البلاد. مزيدا من التفاصيل في هذا التقرير. كعادتها في كل عام ازدادت حركة المواطنين داخل سوق الخميس ببلدية وادي عتبة مع قرب عيد الأضحى المبارك رغم الأزمة الإنسانية التي يتسبب بها غلاء المعيشة. أهالي وادي عتبة الذين يعانون من نقص السيولة أشادوا بقرب أسعار السوق من أوضاعهم المادية وتوفر عدد من المنتجات المحلية التي تلبي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم. الخضروات المحلية فيها نوع من الرخص ما شاء الله يعني، ولكن هذا الرخصة لا هو نحس فيها لزال سبب انقطاع احتياج كهربائي. هذا الناس قعدت معش سوق يعني يحاول ينقص بضاعته باش تنباع، يعني ما في حد لا عنده يخزن ولا عنده يحط. وبارك الله في جميع المزارعين وجميع التجار. طبعا الاسواق الان في هذه المكان او في مكان السوق العام في منطقه تساوى وادي عتبه، طبعا الاسعار في متناول الجميع بالنسبه للخضروات بالنسبه لجميع الفواكه وكذلك ايضا الاغنام فيها نوع من السعر زياده في السعر شوي، ولكن هل السوق أزمة أخرى يعيشها أهالي المنطقة وسائر البلاد هي عدم صرف المرتبات والمكافآت التي تعد المصدر الرئيسي لتوفير تكاليف الحياة العامة. وما بين مطالبات بتفعيل الدوائر الخدمية والأمنية في المنطقة وبين المناشدات الإنسانية لتحسين الواقع الخدمي، يبقى المواطن حائرا حول طبيعة ما يخفيه يومه. نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. تحذيرات في فرنسا من دلتا وغضب في بكين من الموقف الفرنسي ضد اللقاحين الصيني والروسي. أهلا بكم من جديد. قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وون بين إن بكين تعتبر دعوة وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بونا لعدم الاعتراف بلقاحات كورونا الروسية والصينية غير مقبولة. وأعلن وانغ وون أن بلاده تعارض بشدة تسييس المسائل الخاصة باللقاحات داعيا لئلا تصبح هذه المسائل موضوعا للتدخل السياسي. وكان الوزير الفرنسي كليمان بونا قد دعا بلدان الاتحاد الأوروبي إلى عدم الاعتراف باللقاحات المضادة فيروس كورونا المصنوعة في روسيا والصين. حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفي فيران من إمكانية أن يطغى عدد الإصابات بمتحور دلتا على الإصابات السابقة. وأكد فيران أن المتحور دلتا سجل عدد إصابات أكثر بنسبة 66% من غيره من المتحورات، متوقعا أن يسجل أكبر عدد من مجموع الإصابات الإجمالي في البلاد خلال نهاية الأسبوع. وحذر فيران من إمكانية توجه فرنسا نحو موجة رابعة من فيروس كورونا داعيا المواطنين إلى الإسراع في تلقي اللقاح. أعلنت السلطات السويدية مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة تستخدم للقفز بالمظلات، وكان على متن الطائرة 8 أشخاص والطيار عندما تحطمت لدى إقلاعها من مطار في أوربيرو والتي تبعد نحو 160 كيلومترا غرب ستوكهولم. ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين.
بعد خروجها في طرابلس بنغازي وتبرق تشهدان مظاهرات داعمة لإجراء انتخابات ديسمبر في موعدها ورافضة لمحاولة عرقلتها. كوفيتش والقطران يبحثان سبل دعم المسار الديمقراطي وتحمل الحكومة مسؤوليتها في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي. الأسبوع المقبل في نيويورك كوفيتش يعتزم مناقشة الوضع في ليبيا مع أعضاء مجلس الأمن ويجدد التزام البعثة بالانتخابات. وفي ظل ارتفاع المنحنى الوبائي في البلاد وترجيح دخول المتحور دلتا ليبيا تغلق منافذها مع تونس. بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام النشرة الثامنة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا الإلكتروني libyaschannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.